إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. حرم الله الظلم بين العباد، وحذر من مغبته يوم التناد. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن أشد أنواع الظلم ظلما ظلم ذوي القربى، وهو أكثرها إيلاما وأعظمها عقبا. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ظلم ذوي القربى رجل عق الرحم والقرابة وجهل العشرة والصحابة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحلم عنهم ويجهلون. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد، ولا يزال عليك من الله ظهير. ظلم ذوي القربى رجل حفظت وده واستأمنته على أسرارك، فغدر في غيبتك ونشر ما استحفظته من أخبارك. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وإخوان حسبتموها دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهام راميات فكانوها ولكن في فؤادي. وقالوا: قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن عن ودادي. ظلم ذوي القربى رجل تسلط على زوجته المرأة الضعيفة، ولم يراعي فيها الوصايا النبوية الشريفة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. ظلم ذوي القربى جار لم يأمن منه جاره بوائقه وأذاه، وتخلق معه بأخلاق السوء وطبائع السفاه. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل له، ويل له، ويل له. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. باع أبو الجهم العدوي دارا له بمئة ألف درهم، ثم قال للمشتري: بكم تشتري جوار سعيد بن العاص؟ قال: وهل يباع الجوار؟ فأقال البيع وقال: كيف أبيع جوار رجل إذا غبت سأل عني، وإذا حضرت بادرني، وإن سألته أعطاني، وإن لم أسأله ابتدأني، وإن أصابتني فاجعة فرج عني. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فقد بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متمماً لمكارم الأخلاق، أثنى عليه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة
أحاسنكم أخلاق. فحقيق بالمسلم أن يتطبع بالخلق الحسن مع الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، ولا سيما من كان ذا قرابة منه من الأهل والرحم والجيران والمعارف والموظفين وغيرهم، فإنهم أحق الناس بحسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا كما حسن هيئاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تلطف بالمسلمين المستضعفين على كل حال. اللهم وبلغهم من الفرج والخير والنصر منتهى الآمال، كل إخواننا في غزة، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة أهله على البر والتقوى يا رب العالمين، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وارزقهم البر والتقوى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغيثنا. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم إنا نسألك غيثا تغيث به البلاد والعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد من اليوم إلى يوم التناد.